واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزم. طب مش كنت تقول كده؟ انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معاهم يا زكي. معاهم طبعا. اسمع شيرين، شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طب طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك، انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. الكوتش ده عايز يتزود. حاسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني، انت هبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانيه واحده، ثانيه واحده. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياج جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك، ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانيه واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانيه واحده. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي انت عملته؟ يا ابن الحيوان. عاجبك كده؟ انزل بقى اتعب الحيوان ده اللي خبطني. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزلي هنا. انزلي. ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخي. مرة ما راكب زباين بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم. النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله
وبعدين انا برضو مرضتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده، انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القمر، لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني، تخيل حضنه واحضانه وبوسه وبهدلني الواد الصغير. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر، انت بتلبس فانيله بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد، وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد. اهلا اطعم مسا على الكباتين. بسم النبي حرسك وسينك وضمك يا تعم يا نايتي. بس باش كان فاضي، ده كان زمان. يا فضحتي مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا في ايه؟ انت فاهم يا ابني اللي عملته ده بتلوي دراعي ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا حموت مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه يالا؟ محسسني ان انت مش ابنك، انك ان انت مش ضنايا. أنا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره. بحبك ليه؟ حبني. بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحميه. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني على اذنك. ايه ده؟ ده ارتيس؟ اضرب اضرب. ايه السيف ده يعني؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص إيه انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوامة ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. تمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر.
اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا صباح خير. صباح خير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى؟ ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ميرسي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجاي ورا ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرف اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي. ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي ولو عارف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجه دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكوره على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطرق على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بره كان متقتل. ربنا يسامحه. عمر ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف. ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا. للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجموعه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي. يا شيخ اوعى. آه
واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، لا في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا. وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقول الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. اعترضني من اسمي؟ ده انت كده. وانت كده؟ ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد يطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم انت كده هتروشني على مثالك. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوز انا عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفته بينط من بلكونه عمر. حرامي؟ انتوا متاكدين؟ انا شفته بعينيا. شفتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعه صوتكم عالي؟ خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجه بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحه امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعه يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعه، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه ايه ايه؟ في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. الشوفير زومبري هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس قلنا الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. أستاذ حرامي أوعى. أنا العب أسود. أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. ايوه ايوه، وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك مخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك حاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ بس زكي قدها ودود، بس سعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيبني بجرام بروبلام كاسك اليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور لا يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوه بومي. ايه
يا ابني ايه اللي جابك هنا ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه ايوه ايوه، بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ايوه، ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله تتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا لا، ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحش. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس ايه في ده؟ كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه؟ رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل، جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700. هي في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، قفلهم لباكو باكو. اضرب اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي. كده خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو ولو. كفايه كفايه، هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي عليك في المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟